تعال نروح لخبر مهم جدا. الاسبوع الماضي اقرينا مداخلة 45 دقيقة مع الدكتور يوسف بطرس غالي، وكنت بفتح فيه قضية مهمة وهي الحرب الاقتصادية الطاحنة بين الصين وامريكا. والراجل بصراحة شرحها باستفاضة وقال ان الحرب فعلا بدأت وهي حرب تكسير عظام، وان العالم سيتغير بعد هذه الحرب. هل يمكن ان تتطور الحرب وتنتقل من الدائرة الاقتصادية بين الصين وامريكا، لان ده بيخنق ده وده بيخنق ده، الى مواجهة؟ اولا حدودهم مش قدام بعض، لكن هم قوة نووية يعني، وعندهم مناطق نفوذ وسرعة. في مشكلة بين الإدارة الحالية الأمريكية مع الصين في ثلاث ملفات: واحد الكورونا، إدارة البيت الأبيض بتتهم الصين إنها هي السبب في الكورونا. القضية الثانية في الفايف جي، واللي هي آخر جيل من أجهزة الحاسوب الكمبيوتر اللي الصين اخترعته وتستطيع أن تسيطر فيه على عقول كافة الأجهزة والمؤسسات في العالم. الملف الثالث وهو تايوان. البيت الأبيض بلغ الكونجرس أنه هيدي صواريخ متطورة هيبيعها لتايوان. تايوان بالنسبة للصين خط أحمر. متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال للبيت الأبيض ارجعي في القرار ده والغيه، تايوان خط أحمر. بعدها على طول الرئيس الصيني زار إحدى قواعد جيش بلاده، الجيش الصيني، وقال لهم فلتستعدوا للحرب. الخبر نقلته طبعا شبكة CNN، فمسألة ما فيهاش هزار ولا فيها التباس، وبتعتبر إن ده أبلغ درجات التوتر بين الصين وبين أمريكا. معايا على التليفون لواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. مساء الخير سيادة اللواء. أهلا وسهلا بحضرتك مساء النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هل إحنا رايحين إلى صدام عسكري في أي بلد في العالم يتم فيه مواجهة أمريكا والصين على أرض أي دولة بعد زيارة الرئيس الصيني لجيش بلاده واستخدام لغة عنيفة استعدوا للحرب؟ في تقديري ان التصريحات الاعلامية اللي بتتقال ما بتعكسش بصورة كبيرة جدا الامر اللي هيحصل مستقبلا، وهو الصراع المسلح ما بين امريكا والصين لعدة اسباب. اولا عشان دولة من دول يبقى فيه صراع مسلح خارج الحدود على المسافات الكبيرة دي، اولا تكلفته عالية جدا اقتصاديا، كلا الطرفين بيمتلك الردع النووي وده بيمنع الحرب. النقطة الثانية هو مش هيكون في صالح الصين بصورة كبيرة، لان امريكا لو حبينا نعمل المقارنة ولو على نقطتين اتنين، لما نتكلم على التسليح والتحالفات العسكرية هنلاقيها في صالح الولايات المتحدة الامريكية. يعني نسبة مبيعات السلاح الامريكي للعالم 36% من الاجمالي، الصين 5.5%، وده بينعكس على التحالفات. انفاق العسكري الامريكي 38% من الدخل القومي، الصين 14. التحالفات الامريكية حدود 150 دولة حليفة وصديقة، الصين اقل من كده بكتير. وبالتالي الفرق الكبير ده ان المواجهة العسكرية مش بس سلاح، تعتمد على في هذه الحالة التسليح والتحالفات. جميل، إذن بماذا تفسر هذه التصريحات النارية للرئيس الصيني؟ التصريحات النارية للرئيس الصيني رد طبيعي، رد فعل طبيعي على محاولة نقل التكنولوجيا وصواريخ إلى المجال الحيوي لدول قريبة من الصين. وحتى لو اتنقلت هذه الصواريخ أو هذه التكنولوجيا أو أي سلاح من نوع آخر، أنا شايف إن مش هيبقى استخدامه يعني قرار استخدامه في ايد الدولة اللي هنتقل اليها هذا السلاح، وايضا بنسبة كبيرة مش هيستخدم. ده اوراق ضغط بتستخدم
في شكلها الظاهر عسكري طبعا، لكن تفعيلها على أرض الواقع أنا شايف إن في صعوبة كبيرة جدا، لأن كلا الطرفين لا يرغب في الحرب، تكلفة عالية خاصة بعد الإنهاك من جائحة كورونا للعالم كله، التكلفة العالية وإن القدرات العسكرية من تسليح وتحالفات لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ولا ترغب الصين في وجود صراع. يعني هتظل الحرب اقتصادية. هتبقى فن في بعدها الاقتصادي وأيضا بعدها التكنولوجي، زي ما حضرتك تفضلت إن في تكنولوجيا وتنافس تكنولوجي بين الطرفين، واحتمال يبقى في حرب سيبرانية، وده أمر عليه محذير لأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أيضا القدرة علشان حرب سيبرانية. فأنا شايف إن في المستقبلا الحرب هيبقى في بعدها الاقتصادي، وده نوع جديد من الحرب الباردة في بعده الاقتصادي والتكنولوجي مش الأيديولوجي. أشكرك سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. يبقى تصريح الرئيس الصيني هو للاستهلاك الإعلامي، لكن ترامب راح مطلع تصريح تاني منذ دقائق قبل ما نطلع هوا. سألوه كلمت الرئيس الصيني، قال لهم لم أتحدث مع الرئيس الصيني، ده بعد تصريحات الرئيس الصيني الأخيرة، ولا أريد ذلك، أنا مش عايز أكلم بس، يعني ولا أريد ذلك. أنتوا عارضين الكلام صح هنا ولا على الشاشة غلط؟ فترامب لم أتحدث مع الرئيس الصيني ولا أريد ذلك، لكن عايزكم تتابعوا المشهد بين الصين وأمريكا، حرب اقتصادية طاحنة، من ليس مع الصين يبقى ضد أمريكا، واللي مش مع أمريكا هيبقى ضد الصين. إحنا كدولة هنستفيد من ده إيه؟ هي دي الأسئلة لازم نسألها.